السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده مع اسامه. ان شاء الله النادي الاهلي عنده مواجهه قويه بكره مع الداخليه. قوه المواجهه بتيجي من غياب ثلاث عناصر اساسيه مؤثرين بشكل كبير جدا هذا الموسم مع النادي الاهلي، على راسهم حسين الشحات وطبعا محمد عبد المنعم ومحمود متولي، ثنائي قلبي الدفاع الاساسيان مع النادي الاهلي وما تحديدا مع مارسيل كولر منذ بدايه الموسم. ولكن ان شاء الله النادي الاهلي قادر على عبور كمين الداخليه وحصد ثلاث نقاط يؤهلوه ان هو يعزز من صدارته في جدول ترتيب المسابقه عشان يفضل دايما في عبء نفسي على المنافسين مع النادي الاهلي. نادي الزمالك هيلاعب نادي بيراميدز، اي نتيجه لهذه المباراه يوم الجمعه هتكون لصالح النادي الاهلي اللي هيكون مع مباراه قويه ايضا مع فريق القطن الكاميروني يوم السبت، البعثه هتصل مساء الثلاثاء. نتكلم بس بهدوء عن الفتره الجايه، لان الفتره الجايه محتاجه اننا ما نعليش سقف طموحات قوي ونضغط على اللاعبين قوي فنصل لمساله احباط، لان انا شايف ان الناس بتتكلم بشكل واضح جدا عن ضروره الفوز النادي الاهلي على صن داونز. هتقول لي ايه دخل صن داونز دلوقتي؟ هقول لك لان باختصار شديد انت هتلاعب الداخليه يوم الثلاث، هتريح الاربع، خميس وجمعه تتدرب وتلعب سبت مع القطن الكاميروني، وبعد كده هتلعب ماتش المقاولين العرب، ومن المقاولين العرب هتطلع بطياره خاصه على جنوب افريقيا تواجه فريق صن داونز، ومن صن داونز او من جنوب افريقيا بالطياره الخاصه هتطلع على القطن الكاميروني او على جرواه تواجه فريق القطن الكاميروني. اذا انت عندك مباراتين في الدوري وثلاث مباريات مهمين جدا 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 بيحسموا قصه المجموعه بالنسبه لك كنادي اهلي. فالناس بتطالب بضروره حصد التسع نقاط، وانا بطالب بضروره السعي لحصد التسع نقاط، ولكن الواقع بيقول ان لو انت حصدت السبع نقاط انت امنت على الاقل ان يكون في فير بلاي بتلعب في المجموعه، بمعنى ان انت تكسب القطن الكاميروني ان شاء الله، تواجه المقاولين العرب تحسم الازمه المحليه باذن الله وتكون بتتسع فارق النقاط مع منافسيك، ثم تذهب الى صن داونز. العب من اجل الفوز، ولكن اذا خرجت بنتيجه التعادل فاعلم ان هذه النتيجه خلاص اقرت مساله الفير بلاي في المجموعه، لان المواجهه اللي بعد كده لصن داونز هتكون مع الهلال السوداني في السودان، وفي حاله تعادل النادي الاهلي مع الهلال مع صن داونز هيكون صن داونز 8 نقاط، في حاله فوزك على القطن الكاميروني والتعادل مع صن داونز هيكون رصيدك 5 نقاط، يعني فارق بينك وبين صن داونز 3 نقاط فقط لا غير، والهلال هيكون ايضا داخل في المنافسه الثلاثيه، وبالتالي لا مجال للتراخي في اي مباراه، ومع ذلك انت مطالب بانك تفوز في جميع المباريات ما عدا مباراه صن داونز. لكن لو قدرت تفوز مباراه صن داونز فوز طبعا. طب ليه انا بقول كده؟ لان الحقيقه انا ما بحبش ابعد بعيد عن الواقع. الواقع ان فريق صن داونز فريق قوي جدا جدا جدا، فريق صن داونز على ارضه بيكون شرس جدا جدا جدا. انا مش عايز اروح افتح خطوطي هناك من اجل ادراك الفوز فاستقبل اهداف تخليني بعيد تماما ومحبط تماما عن فكرة صراعي داخل المجموعة. دي نقطة مهمة، لكن في نقطة تانية ان انت لم تحقق اي فوز على صن داونز في جنوب افريقيا. الفوز اللي انت حققته في القاهرة، يمكن وصلت ان انت تقدمت قبل كده 2-0 وتعادلت 2-2، فقصة ان انت يكون عندك صعوبة تحقيق الفوز في اجيال متفاوتة وتيجي تطالب هؤلاء اللاعبين بتحقيق الفوز او الاحباط، دي هتكون نقطة سلبية جدا. نفكر بهدوء وبالعقل وازاي نصل الى الصعود من خلال هذه المجموعة، ايا كان طريقة الصعود في النهاية انت متمرس في الادوار الاقصائية. ده بالنسبة للنادي الاهلي على مستوى كرة القدم، وكل التوفيق امام فريق الداخلية ان شاء الله. الداخلية بيصارع من اجل البقاء في الدوري. النهاردة على المستوى الاداري النادي الاهلي بيستقبل وفد الاتحاد العربي للكرة الطائرة مع رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة او وفد الاتحاد المصري لكرة الطائرة، ولكن لم يأتي طبعا لا الاستاذ عمرو مخلوف ولا الكابتن هناء حمزة مع الاستاذ ياسر قمر. كان النهاردة اجتماع في النادي الاهلي ورئيس الاتحاد العربي اثنى على فريق كرة القدم فريق كرة الطائرة بالنادي الاهلي. انتوا عارفين النادي الاهلي في البطولة العربية محقق بينه وبين الافريقي التونسي فقط لا غير، او صفاقس التونسي لما تخوني الذاكرة، بطولة واحدة لو الاهلي حقق البطولة دي هيتساوى معاه، لكن في البطولات القارية النادي الاهلي لا منافس له في البطولات القارية في كرة الطائرة مثل كرة القدم. كل التوفيق للنادي الاهلي في كرة الطائرة وحصد البطولة العربية. كان في مباراة النهاردة قبل مسار الحلقة هتتلعب مع السواحلي، اتمنى تكون المباراة فوز النادي الاهلي. اتكلمنا عن مباراة الدوري ومباراة مهمة جدا الا وهي بيراميدز والزمالك، والحقيقة
بيراميدز والزمالك مواجهه هيتلعب بعدها نادي الزمالك في القاهره مع الترجي التونسي، على عكس النادي الاهلي اللي هيلعب مباراه الداخليه في القاهره، ولكن هيلعب مباراه القطن الكاميروني في القاهره ويلعب المقاولين ويسافر لجنوب افريقيا، ومن جنوب افريقيا يطلع على الكاميرون. مواجهات صعبه، ومش بس مواجهات صعبه، مسافات وسفر كبير جدا وطويل جدا، ويكفي سفر جنوب افريقيا. وبالمناسبه دي فريق أوروا الياباني خلاص رسميا اصبح في بطوله كاس العالم للانديه التي ستنظمها السعوديه. انتوا عارفين طبعا لوائح البطوله بتقول لو الدوله المنظمه منها الفريق البطل وفريق الهلال وصل للمباراه النهائيه، مبروك لمشجعي نادي الهلال السعودي، فبالتالي وصيف البطوله هو اللي يشارك مش بطل الدوري. الحاله الوحيده اللي يشارك فيها بطل الدوري السعودي هو ان فريق الياباني يفوز بالبطوله. طبعا اتكلمت عن ضعف هذه البطولة بسبب التقسيم، فزعل مني جماهير الهلال السعودي. حاب أوضح نقطة مهمة جدا، أنا هنا لم أتحدث عن فريق بعينه، ولكن القصة باختصار شديد أن بشوف من وجهة نظري أن في حالة من حالات عدم تكافؤ الفرص في قارة أسيا عندما تأتي بتقسيم قارة أسيا شرقا وغربا، وبالتالي تصبح البطولة حتى المباراة النهائية هي بطولة عربية، هي بطولة خليجي، هي بطولة هلال مع نصر، مع اتحاد جدة، مع اهلي جده، يعني قبل ما يهبط مع فريق السد القطري، الدحيل القطري، المحرق البحريني، يعني مع كامل احترامي للانديه دي كلها وتنظيم الانديه دي كلها، فانت بتاخد طريق عربي بحت جدا، القوه فيه مش بالقدر الكافي عشان تصل تلعب مباراه نهائيه مع فرق من كوريا الجنوبيه والصين واليابان واستراليا، وفرق قويه جدا جدا بيدخلوا في طحن مع بعض في الجهه الاخرى يطلع منهم فريق. فبالتالي انت حتى المباراه النهائيه انت بطل دوري الخليج، فبتوصل انك تلعب مباراه نهائيه امام فريق احيانا بتتلعب من مباراه واحده، واحيانا زي ما اتلعبت مع الهلال السعودي في السعوديه المباراه او البطوله الماضيه، واحيانا بتتلعب من مباراتين. البطوله اللي بيكون فيها تقسيم وده شرق وده جنوب وده غرب وده شمال، والبطوله اللي بيكون فيها مره نلعب ماتش واحد ومره نلعب ماتشين، مش البطوله اللي بتنتج بطل عنده القدرة ان هو يقول انا بطل على هذه القارة بالكامل. يعني النادي الاهلي راح يلعب جنوب افريقيا، طب ما ده مشوار بعيد على النادي الاهلي في جنوب افريقيا، وسفر، والسفر في جنوب افريقيا صعب جدا، او في قارة افريقيا صعب جدا. انا بشوف ان اي بطولة قائمة على تقسيم بتفتقد عنصر مهم جدا الا هو تكافؤ الفرص، فبالتالي بشوف من وجهة نظر ان بطولة قارة افريقيا من وجهة نظر الشخصية اقوى من بطولة قارة اسيا في التقسيم الحالي. قصة بقى نروح للمواجهات المباشرة والكلام ده كله، ده بقى نتكلم فيه قبل البطولة ما يتم تقسيمها. ده رأيي باختصار شديد، معرفش ليه ازاي الفريق الهلال او جماهير الهلال السعودي، لكن انا باركت وقلت لهم ضعف البطولة من قوة البطولة من قناعاتنا الشخصية لا تعنى اطلاق انك لا تفرح كمشجع بالصعود للمباراة النهائية، لكن ده كان وجهة نظري في البطولة. نروح لموضوع مهم اخر، وهو موضوع جلسة كهرباء. تعرفين كان في لجنة انضباط في اتحاد كرة القدم المصري تعرض لها رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور بالإساءة، فاللجنة قدمت استقالتها وقالت هناخد شأن آخر، وحتى هذه اللحظة معرفش هم اشتكوا مرتضى منصور ولا لا، أتمنى يكون في تذكير لجنة الانضباط بحق لجنة الانضباط عند مرتضى منصور من الإساءة اللي تعرضوا ليها على لسان مرتضى منصور في القنوات الفضائية. ولكن كان في جلسه مع كهربا وطلع محمد ابو الوفا عضو اتحاد كره القدم المصري قال لك جبناه سياده المستشار وكنا هنعاقب كهربا. الحقيقه خلاص طالما الجلسه اللجنه استقالت حصل لجنه جديده، واللجنه الجديده اقرها وزير الشباب والرياضه، فحصل جلسه اخرى مع كهربا، فكهربا قال ان انا كنت بقول عقده صح مع ترديد الجماهير، وده اللي انا سمعته من الجماهير ان كهربا عقده صح في اشاره الى عقده مع نادي الزمالك والنادي الاهلي والقضيه دي. انا بغض النظر عن قصه عقده صح او مش عقده صح والكلام اللي قاله كهربا، فهو قادر ان هو يدافع عن نفسه بشكل كبير جدا، خاصه ان في لجنه انضباط، ولكن في فرصه ذهبيه منسيه لكهربا ولمحامي كهربا، الا وهي ان الفيفا في بدايه فبراير هذا العام اصدر بعض القرارات متعلقه بالعقوبات التأديبيه، منها ان اي لاعب او اي عنصر من عناصر منظومه كره القدم يتعرض للاساءه او التنمر او العنصريه او الخروج عن النص يقدر يقدم للاتحاد المحلي او الاهلي شكوى. اذا لم يتخذ هذا الاتحاد شكوى دي بعين الاعتبار واتخذ قرارات تأديبيه للمخطئ، يتم رفع الشكوى للفيفا فيتم عقاب المخطئ وعقاب الاتحاد. وده قلته قبل كده، واتمنى كهربا ما ينساش الفرصه الذهبيه دي حتى لو كان مرتضى منصور الان يعني في السجن، لكن الحقيقه ان انت قدامك فرصه ذهبيه
مرتضى منصور طلع على قناة نادي الزمالك تحدث بوضوح وقال هاتولي القرد كهربا ده وأساء لكهربا، كهربا المفترض يقدم الشكوى للاتحاد المصري لكرة القدم، الاتحاد المصري لكرة القدم يتخذ إجراءات وعقوبات تأديبية ضد رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور، لو لم تكن هذه القرارات فيها ردع أو استشعر كهربا إن فيها مجاملة يتم رفع الشكوى للفيفا، والفيفا يبحث الأمر ويقدر هو يتخذ الإجراءات ضد رئيس نادي الزمالك السابق. هتقولي رئيس نادي الزمالك السابق وخلاص في السجن كلها شهر ويكون متواجد، مش عارفين حكم السنه مع ايقاف التنفيذ ايه اللي هيحصل فيه، مش عارفين حالته الصحيه اللي ممكن تحوله المستشفى، الاجراءات اللي ممكن يقدمها هي ايه. في النهايه احنا بنتكلم في اطار كره القدم، العقوبه التي حدثت بشكل جنائي او تبع القضاء ده موضوع خلاص عزله تماما عن رئاسه نادي الزمالك لمده 5 سنوات، لن يشترك في اي عضوية أي نادي أو أي اتحاد، وبالتالي خالد لطيف بشكل كبير جدا هيكون هو رئيس نادي الزمالك بشكل مؤقت لحين انعقاد جمعية عمومية وانتخابات لنادي الزمالك. أنا بتكلم عن فرصة كهرباء المنسية. بمناسبة مرتضى منصور وسجن مرتضى منصور، دوبلير مرتضى منصور اللي كان دايما بيؤكد على كل كلام مرتضى منصور واللي كان دايما بيقول إن هو عايش حياته لحظة بلحظة مع مرتضى منصور لم ينفصل ولا لحظة، وهو أعتقد مش فاكر اسمه صحفي كان بيتواجد من ضمن المتواجدين، فنزل صورة لي في مطار القاهرة وقال البلد اللي تحبس مرتضى منصور ما ينفعش العيش فيها. تخيلوا إساءة لبلد بحجم مصر عشان سجنوا صاحبه، لأن صاحبه أساء الأدب وتنمر وسب وقذف الكابتن محمود الخطيب وأسر وأمهات كتير جدا لكل من اختلف مع مرتضى منصور. ده اللي كان بيتكلم عن البلد، دلوقتي شايف البلد ما يستحقش العيش فيها لانها سجنت مرتضى منصور. نقطة اخيرة، اتكلمنا عن مواجهات الاهلي والزمالك في كل المسابقات، فمن الامانة نقول ان نادي الزمالك الشباب لعبوا في دور الثمانية في مسابقة كده تم استحداثها كاس مصر للشباب، وفاز على النادي الاهلي 1-0 في مدينة نصر وصعدوا للدور نصف النهائي. انا وجهة نظري من حق جماهير نادي الزمالك انها تفرح بهذا الانتصار، ووجهة نظري ايضا ان مش من حق جماهير النادي الاهلي انها تقلل من الانتصار، خاصة وانت كنت بتتكلم عن كل المواجهات ما بينك وما بين نادي الزمالك. فهنضيف فوز فريق الشباب جنب فوز فريق كرة اليد الوحيد جنب فوز فريق الطائرة السيدات، ويبقى 3 فوز في كل المواجهات اللي تمت ما بين الاهلي والزمالك. لكن باختصار الواقعة دي في كاس الشباب المستحدث ده ذكرني بواقعة مهمة جدا في عهد رئاسة اتحاد كرة القدم المشير عبد الحكيم عامر، اخو المهندس حسن عامر رئيس نادي الزمالك، في واقعة بتبين لك قد ايه قيمة الكابتن حمادة امام كلاعب موهوب يستفيد منه نادي الزمالك. كابتن حمادة امام والده كان حكم دار غزة، والده أقر ان لازم حمادة امام ما يركز في الكرة عشان لازم يذاكر الاول وينتبه لدروسه، وخده معاه قطاع غزة. وصل نادي الزمالك في الشباب 19 سنة يواجه النادي الاهلي في كاس مصر للشباب، فاذا بامر يخرج من رئيس اتحاد كرة القدم المشير عبد الحكيم عامر بارسال طائرة حربية لمقر حمادة امام في غزة تأتي به لكي يلعب مباراة النهائي، وبالفعل يتألق حمادة امام مع نادي الزمالك ويفوز نادي الزمالك على النادي الاهلي بخماسية نظيفة في مسابقة الشباب، مسابقة تكلفت طائرة حربية خاصة اقلت لاعب عمره 19 سنة رئيس اتحاد الكرة المشير عبد الحكيم عامر. نشوفكم على خير، والاهلي دائما منتصرا، الاهلي فوق الجميع، سلام.